السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنراجع على المحاضره الرابعه باي كيمستري اللي هي بعنوان اكسيديتيف ستريس. تمام، هناخد معانا الماركر كده. تمام، يلا بسم الله. اول حاجه عايزين نعرف ايه هو الفري راديكال. تمام، والفري راديكال هو الجزيء اللي بيساهم في حدوث الاكسيديتيف ستريس. تمام، وهنعرف برضه ايه هو الاكسيديتيف ستريس، وهنعرف ايه الحاجه اللي بتعرف تقضي على الفري راديكالز دي وتمنع حدوث الاكسيديتيف ستريس اللي اسمها الانتي اوكسيدنت مضادات الاكسده. هنعرف انواعها وهنعرف وظايفها، واخر حاجه هنتكلم عنها في المحاضره اللي هي ايه الديس اوردرز او الباثوجينيسيس اللي بيصاحب حدوث عمليه الاكسيديتيف ستريس لما بيحصل امبالانس ما بين الفري راديكالز اللي هي المواد الضاره والمواد المفروض تقضي على المواد الضاره دي اللي هي الانتي اوكسيدنت. تمام، ندخل بقى في المحاضره على طول باذن الله. اول حاجه عايزين نعرف ايه هو الفري راديكال ده. بصوا على المقارنه السريعه كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الذره السليمه او الستيبل مولكيول. تمام، بنلاحظ فيها ايه؟ بنلاحظ ان عدد الالكترونات في المدار الاخير بيكون ايه؟ بيكون ازواج او بيكون مكتمل. يعني دايما كده بتلاقي ايه، كل الكترونين عاملين زوج مع بعض كده وبيكون عدد الالكترونات مكتمل. فالذره دي خلاص مش محتاجه تدخل تفاعل كيميائي، مش محتاجه تتفاعل او تاخد الكترون او تنقص الكترون عشان تبقى ستيبل، هي اصلا ستيبل. وبنلاحظ في شكلها ان الالكترونات كده في ازواج. تمام، على عكس بقى ايه جسيم الفري راديكال. الفري راديكال بيكون بيكون عدد الالكترونات في المدار الاخير عنده ناقص مش كامل زي الايه، الستيبل مولكيول. وبنلاحظ برده ان الالكترونات في المدار الاخير مترتبه كده كلها ازواج مثلا، وفي بقى ايه، هتلاقي يعني ايه الكترونات كده لوحدها. تمام، فبنسميها ايه، انبيرد الكترون او الكترون فردي او الكترون ايه مش مزدوج. تمام، لما تشوف بقى المنظر ده على طول ان هو انبيرد الكترون سواء كان واحد او اكثر من واحد في المدار الاخير اللي هو الاوتر اوربت، فده معناه ان الذره دي مش ثابته وهتبقى هايلي اكتف جدا وهتروح تحاول تسرق ايه من الذرات الثانيه الهيلثي اللي هي السليمه زي الستيبل مولكيول. يعني لها هاتيلي هاتيلي هاتيلي. تمام، فدي هي دي ايه، هي دي الفري راديكال. والصوره دي برده حلوه جدا، هي بتقول لك ان الفري راديكال ده بيكون محتاج بيكون ناقص يعني الكترون. تمام، وبيحاول ياخده من الهيلثي اتومز اللي هي الستيبل مولكيول زي ما قلنا هنا كده. تمام، زي ما قلنا هنا فين الماركر، زي ما قلنا هنا كده. تمام، بتحاول تاخده او تسرقه منه وبتكون هايلي اكتف وشريره عشان تعمل ايه، لما تروح خلاص هي سرقته منه خدت الالكترون منها ده عشان تعوض النقص ده، فالهيلثي اتوم ده هيقلب فري راديكال وهكذا. والشين بقى ايه منتشر، يحصل حاجه اسمها بروباجيشن فيز. يعني الفري راديكال ده بيعمل انتشار، يعني هو خلاص فري راديكال هو وحش يروح يسرق الكترون من هيلثي اتوم يحوله هو الهيلثي اتوم ده لفري راديكال وهكذا. يروح الفري راديكال ده يعمل نفس الحركه يروح للهيلثي اتوم ياخد الالكترونات بتاعتها ويحولها هي لفري راديكال. والموضوع منتشر لحد ما بيجي واحد من حلال اسمه الانتي اوكسيدنت ده يروح قايل للفري راديكال ايه، ما تسرقيش من الهيلثي اتوم، ما تسرقيش الفري راديكال من الهيلثي اتوم، انا هديكي ايه، هديكي الكترون تكملي المدار الاخير بتاعك، ما يبقاش عندك امبيرد الكترون، لا كل الالكترونات عندك تكون مزدوجه. فايه الشين دي تقف، يعني يكسر الشين دي اللي هي يقعد يحول فري راديكالز كتير كده. تمام، تمام. طيب ندخل بقى على الديفينيشن بتاع الفري راديكال. بيقول لك زي ما قلنا كده ان هو هتلاقي في الاوتر اوربت 1 اور مور امبيرد الكترون في جسيم الفري راديكال. تمام، تمام. قال لك برده ايه، قال لك ان احنا بنيجي نعبر عن الفري راديكال بنعمل له ريبريزنتيشن لحاجه اسمها سوبر سكريبت دوت. يعني مثلا ايه، لو ده فري راديكال فانا عايز اعبر عنه فبحط دوت كده فوق كده. تمام، لو مثلا ايه الفري راديكال ده من نوع الاكسجين، جسيم الاكسجين اتجنن ما بقاش ستيبل بقى انستيبل وهاي رياكتيف جدا جدا عمليه سيرابيتور الثانيه. تمام، فهاجي اعبر عنه، هعبر عنه كده اهو O2 دوت نيجاتيف. الدوت دي معناها ان هو فري راديكال انستيبل. تمام، ومضر للجسم. والنيجاتيف دي معناها ان هو بياخد الكترونات مش بيدي. تمام، تمام. نكمل، بيقول لك ايه، بيقول لك ان هي يعني هنا مثلا جاب لك مثال. احنا عارفين ان هقول لكم الاول نشرح الكلام ده. بيقول لك ايه، مش احنا كنا عارفين ان جزيء الاكسجين لما بيحصل له اختزال، اختزال تام يعني اختزال تام، بنختزل جزيء الاكسجين تاما، ان احنا بنديه ايه 2 اتش وبيتحول لووتر H2O. احنا عارفين كل التفاعل ده اللي هو تفاعل الاختزال الاكسجين او الاختزال التام للاكسجين عشان يتحول لميه. تمام، فلازم في عمليه الاكسديشن دي، عمليه الاكسديشن اللي هي عمليه تصنيع الميه، يعني اللي هي عمليه تصنيع الووتر، لازم جزيء الاكسجين يحصل له كومبليت ريدكشن. تمام، لازم تديه 2 اتش. طب لو لا قدر الله حصل لاي سبب من الاسباب، استنى خلينا نغير اللون عشان حصل اللون ده ايه، طيب خلينا نجيب الاحمر، اللون الاحمر كده بيفوق. لو حصل بقى بارشال ريدكشن للاكسجين، ما اديتوش انت 2 هيدروجين، اديت له هيدروجين واحده، هل هيكتفي؟ لا مش هيكتفي، جزيء الاكسجين ده مش هيكتفي. تمام، انت عملت له بارشال ريدكشن، اديته هيدروجينه واحده. تمام، فايه هيقلب لفري راديكال. ثاني اوكي، قلنا هو خلينا احسن واحده. تمام، هيقلب لفري راديكال. جزيء الاكسجين ده لو انت عملت له اختزال جزئي بارشال ريدكشن هيقلب لايه، اللي مش هيكتفي طبعا، هيقلب لفري راديكال. اسم الفري راديكال ده اللي احنا قلنا بنعبر عنه بO2 دوت نيجاتيف ايه، رياكتيف اوكسجين سبيشيز او ار او اس. المصطلح ده جه معانا كتير، فركزوا مع يعني علي. تمام، تمام. قلنا طبعا بما انه من الفري راديكال هيكون هاي رياكتيف جدا وهيسبب طبعا ديستركشن للليفنج سيستمز على مستوى الخليه وعلى مستوى التشعب وعلى مستوى الجسم عموما يعني. تمام، تمام، نكمل. تمام، هنا بقى تاني جيت كلمك عن الاكسجين فري راديكال. قلنا ان هو بيبقى الاوتر اوربت بتاعه في 1 اور مور امبيرد الكترون زي اي فري راديكال تاني. وقال لك برده ان هو بيكون هايلي كيميكالي رياكتيف، بيكون نشط جدا 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 وبيقعد يسرق الكترونات لان هو اصلا هايلي انستيبل، هي الصوره اللي عبرنا عنها في البدايه. تمام، زي فري راديكال يعني. تمام، تمام. طيب ايه، انت عمال تقولي بقى من الاول الفري راديكالز بتدخلك في حاله من الاكسيديتيف ستريس، يعني اصلا اكسيديتيف ستريس اللي هو عنوان المحاضره اصلا. بيقول لك الاكسيديتيف ستريس ده بيحصل لما بيحصل حاجه اسمها امبالانس، عدم توافق. طب عدم توافق بين ايه؟ بين الفري راديكالز والانتي اوكسيدنتس. مش انا قلت لكم الفري راديكالز دي السرقه الوحشه اللي بتكون انستيبل، بتكون هايلي، هي انستيبل. تمام، فبتعمل ايه بقى، هي الاول انستيبل ليه؟ لان عدد الالكترونات في المدار الاخير مش مكفيها، ناقص مثلا، عندها الكترون ايه فردي امبيرد، يعني مش مزدوج مش مرتبط بحاجه غيره. تمام، فهي بقى عايزه تعوض النقص ده فبتروح تسرق من الايه الباقي. طب ما قلت لكم في بطل برده اسمه الانتي اوكسيدنت ده، بيقول لها خد يا فري راديكال عشان تروح تسرق من الايه الهيلثي موليكيولز وتعمل البروباجيشن فيز اللي هي تقعد تحول الباقي الفري راديكالز، والعمليه ما بتقفش نهائي يعني، لازم حاجه تيجي تكسر الشين. طب مين اللي بيكسر الشين؟ انتي اوكسيدنت. طب لو حصل مثلا في جسمك لاي سبب من الاسباب انه حصل امبالانس، تخيل دي كفه ميزان اهي وحصل امبالانس ما بين الفري راديكالز والانتي اوكسيدنتس، مثلا الفري راديكالز زادت عن حدها جامد قوي قوي هيتقل الجامد اهي. تمام، والانتي اوكسيدنتس اللي موجوده في الجسم مثلا لاي سبب من الاسباب انت ما بتاخدهاش كفايه في اكلك مثلا، او جسمك مش عارف يسمعك كويس، ايه بقى خلل في عمليه الكيميائيه دي سببت ان الفري راديكالز عماله تزيد والانتي اوكسيدنتس مش عارفه تكفي ولا عارفه تواكب الزياده في الفري راديكالز دي، فده هيدخلك في حاله من الاكسيديتيف ستريس. تمام،
تمام. والاكسيديف ستريس ده طبعا اللي هو ايه بيعمل سيل دامج. تمام تمام دي بقى قال لك ايه التايبس بتاعت الفري راديكلز. في عندنا ممكن تكون للاكسيديف الاكسجين اسمها رياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي هي الار او اس اللي سالين عليها ومهمه جدا تعرفوها. اما النوع الثاني بتاع النيتروجين اللي هو رياكتيف نيتروجين سبيشيز ار ان اس، بس ده الدكتور اصلا قال مش مهم قوي يعني حتى ما عرفوش اصلا في المحاضره، قال لها معاك على ايه بتاعه الاكسجين سبيشيز. ودي حفظ يا جماعه لازم تعرفوا كل مركب اسمه ايه والكيميكال الفورمولا او اللي هي التركيبه الكيميائيه بتاعته بيتكتب ازاي يعني كيميائيا. يعني مثلا سوبر اوكسيد انيون او 2 نيجاتيف تمام. ولو انت عايز توضح ان هو من فري راديكلز بتحط دوت كده تمام، في منهم محطوط عليهم دوت لا بس هو عموما يعني دوت لازم تحط دوت يعني. والسالب دي ان هو ايه محتاج 2 الكترون عشان يبقى ستيبل لان هو فري راديكال. وفي عندنا برده هيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2، في عندنا هيدروكسيل راديكال اللي هو الاو اتش دوت تمام، والبيري اوكسيل راديكال اللي هو OH2 نيجاتيف، وعندنا كمان البيروكسي نيتروس اسيد اللي هو HNO3 تمام. اذا كده كلهم حافظ كلهم تعرفوهم. النيتروجين قال الدكتور مش مهم ممكن تحفظها اصلا عادي يعني. تمام تمام نكمل بقى. قال لك بص السلايد دي كله كلام اللي قلناه من اول المحاضره اللي هي ايه الكاركترز بتاعه الفري راديكلز او اللي هي رياكتيف اوكسجين سبيشيز يعني اللي هي نوع من انواع الفري راديكلز. تمام قلنا ان هي بتبقى انستابل ليه؟ لان فيها امبيرد الكترونز او ممكن نقول اود نمبر في الاوتر شيل. تمام انا عايزكم تركزوا على حاجه هنا لانها هتيجي في الاكسبيرنس هنحله في اخر المحاضره اللي هو بنت المحاضره. اللهم صل على النبي. طيب هقول لكم حاجه، الجمله مكتوبه ايه؟ ان هي انستابل ان فيها اود نمبر في الاوتر شيل. ركزوا على الاوتر شيل دي، لو دي خرجت من الجمله تبقى الجمله غلط. يعني مثلا هقول لكم عشان تفهموها، ده مثلا زي الاكسجين تمام. احنا عارفين الاكسجين بيكون مدارين تمام، المدار الاولاني فيه الكترونين كده تمام، والمدار الثاني بيكون فيه 6 الكترونات عشان تكون ستيبل يعني عشان الاكسجين ده ما يدخلش في تفاعل كيميائي تمام. يعني عشان ذره الاكسجين دي ما تدخلش في تفاعل كيميائي بيضطر يكون المدار الاخير فيها فيه 6 الكترونات. حلو. طيب امتى تبقى ذره الاكسجين دي من الار او اس اللي هي الفري راديكال من نوع الاكسجين؟ تمام لما يكون المدار الاخير اود نمبر. هو هنا 6 صح، 6 ده ايفن نمبر، ولكن لو اقل عن 6 بقى 5 مثلا يعني بقى 5 الكترونات يبقى كده بقى من الار او اس. تمام تمام ممكن يا رب تكونوا فهمتوها يعني عشان هتيجي في الاسئله. الفكره يعني انه لما يجي يقول لك هنا، لما يجي يقول لك ان هي انستابل عشان فيها اود نمبر في الاوتر شيل، قصدهم في المدار الاخير بس. لو المدار الاخير ده اود نمبر تمام، يعني هي مثلا في الاكسجين عارفين ان هو 6، لو بقى مثلا 5 لو بقى 3 ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو ايه زي الاكسجين ده اللي هو الار او اس ده هيبقى ايه انستابل. تمام تمام عشان تيجي في الاسئله وام سي كيو. تمام تمام قال برده لازم يكون اللي هو يعني الخصائص معلش مش لازم يكون الخصائص، يعني هو بيكون فري. يعني ايه فري؟ يعني عمال يلف يمين وشمال يعمل فلوتنج ويقعد يحاول ياخد من غيره او يفقد الالكترونات وهكذا يعني لحد ما يحصل له ايه ستابلايزيشن. حلو حلو. طيب اكستريملي اكتيف بتقول ان هو يعني اكتيف جدا يعني شورت لايف سبان، لان هو زي ما قلنا الفري راديكال بعد ما سرق الالكترونه من هيلثي اتوم تمام خد منها الالكترونه بيروح محولها للهيلثي اتوم للفري راديكال وتبدا التشين تحصل اللي هي الايه السلسله لسه عماله منتشره. يروح الفري راديكال ده سارق من واحده هيلثي ويحولها هي للفري راديكال وهكذا، السلسله ما بتخلصش تمام. فشورت لايف سبان ما بيقعدش كتير الفري راديكال، ده بيسرق على طول ويحول غيره للفري راديكال. تمام تمام زي ما قلنا بيعمل جنريشن للنيو ار او اس للنيو فري راديكالز بعمليه التشين رياكشن اللي انا شرحتها دي. تمام وهو طبعا بيسبب دامج للبايو موليكيولز وعلى مستوى السيلز والتيشوز والجسم عموما يعني. تمام تمام بيقول لك ايه بقى ازاي ممكن جزيء الاكسجين ده اللي قلت عليه مثلا اللي هو ده او تمام، والمدار الاولاني بيبقى فيه 2 والمدار الثاني بيكون فيه 5 مثلا، ده معناه ان هو فري راديكال. تمام يعني ايه؟ يعني مش سليم، جزيء الاكسجين مش سليم، في امبيرد الكترون زي ما قلنا تمام، في اود نمبر في الاوتر شيل تمام 5 بس. تمام تمام انت بقى او ازاي الفري راديكال ده يعرف يبقى ستيبل، يعرف يبقى خلاص مكتفي بعد الالكترونات في المدار الاخير؟ يا اما ان هو يكتسب الالكترونات، يعني هو عنده 5 يزود الكترون يبقى 6، او يفقد الالكترونات يبقى يعني يفقد الامبير ده ما يبقاش عنده الامبير ده، لان مشكله الفري راديكال ان هو بيكون فيه امبير بيبقى مثلا 4 الكترونات اهو بقى ايفن نمبر تمام وما بقاش عنده الايه الامبير. حلو. او ممكن ان هو اصلا يتخلص من كل الالكترونات في الاوتر شيل دي، يعني يكتفي بالالكترونين اللي هو ايه اللي موجودين في المدار الاولاني. حلو. قال برضه ان هي ممكن تعمل بوندنج مع اتومز ثانيه عشان ايه؟ عشان تكمل عدد الالكترونات في المدار الاخير. تمام ده كل الكلام ده كلام كيميائي يعني واخدينه قبل كده في ثانوي يعني. طيب انواع بقى الايه الفري راديكلز وانواعها بنقسمها على حسب بتيجي منين. يعني في انواع بتتصنع جوه الجسم اندوجينس، وفي انواع بناخدها من الاكل بره او المواد الكيميائيه اللي ايه اللي جسمنا بيتعرض ليها من بره الجسم اللي هي الاكسوجينس. نبدا الاول بالاكسوجينس. قال لك ايه؟ قال لك الفري راديكلز ممكن يجي من التلوث البوليوشن، ممكن يجي من اللي هي الايه المخدرات او الادويه الكيميكال دراجز، ممكن يجي من الكحول الالكحول البروسيسد فود اللي هي الغذاء المصنع اللي هو الغذاء المصنع اللي بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على مواد ملونه الاديتيف كلرنج تمام، او المواد الحافظه البرسريتيفز تمام. قال لك برده ايه؟ قال لك ممكن التلوث ده اللي بتستنشقه يسبب لك انه يدخل في جسمك فري راديكلز عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هي عوادم السيارات الكار فيومز، او حتى اللي هو عارفين انتوا البينت ده الرشاشات اللي بيبقى جواها الوان دي احمر واصفر والحاجات دي برده بيكون جواها فري راديكلز، مواد كيميائيه مواد ايه كيميائيه يعني بتسبب الفري راديكلز ايه تتصنع في الجسم. تمام. قال لك ايه برده؟ قال لك برده المواد الكيميائيه اللي جسمنا بيمتصها عن طريق السكن اللي هو الجلد زي الشامبو مثلا، قشره الراس، الكونديشنر اللي هو برده بيتحط على الشعر، الميك اب بيتحط على الوش، البلايت سان سكرين اللي هو ايه اسمه ده واقي الشمس. تمام دي بقى كلها مصادر اكسوجينس للفري راديكلز. مصادر بقى الاندوجينس للفري راديكلز ده معناه الفري راديكل ممكن يتصنع في الجسم او ممكن يتصنع في الجسم. وقال لك اشهر مكان اندوجينس سورس للفري راديكل اللي هو الميتوكوندريا. طب ليه؟ ممكن يجي يسالك ليه الميتوكوندريا؟ لان اكتر مكان بيستهلك اكسجين في الجسم، الاكسجين كونسامشن از هاي، اكتر مكان بيستهلك اكسجين في الجسم هو الميتوكوندريا، عشان كده هو اكتر مكان بيصنع فري راديكلز في الجسم. ثواني بس يا دكاتره عشان الاذان. تمام نكمل يا دكاتره. بما ان بقى الميتوكوندريا ده اكتر مكان بيتم تصنيع فيه اكتر مكان بيتم تصنيع فيه الانتراسيلولر او الاندوجينس فري راديكلز. تمام فهو بيقول لك ازاي ممكن ده يحصل؟ بيقول لك احنا عارفين الميتوكوندريا دي عباره عن محرقه الجسم، اكتر مكان حرفيا بيحرق في الجسم، يعني اكتر مكان هيتم فيه عمليات الاكسده للايه للمواد الغذائيه اللي هو الاكسجين اوف فود ستوفز. تمام فلو حصل احنا عارفين طبعا الميتوكوندريا كان بيحصل فيها سلسله كبيره كده من التفاعلات، سلسله كبيره جدا من التفاعلات عشان نكسد الجلوكوز ونكسد الليبيد ونكسد كل الايه العناصر الغذائيه. تمام فلو حصل تسريب بسيط في الالكترونات في التشين الطويله دي
ده هيسبب ايه؟ فري راديكال. طب ابسط مثال مثلا، مش احنا عارفين ان الاكسجين، مش انا سائل لكم الاكسجين بيدخل، ابسط مثال ده مثال في الميتوكوندريا يعني تمام. الاكسجين كان بيدخل في تفاعل، الاكسجين ده بيكون ان ستيبل. ليه ان ستيبل؟ ان هو داخل في تفاعل، ما هي الذره طول ما هي ستيبل مش هتروح تعمل تفاعل، لكن لو هي ان ستيبل هتعمل تفاعل. ففي جزيئات اكسجين كده في الميتوكوندريا بتكون ان ستيبل تمام، بتروح هي عامله تفاعل اختزال مع الهيدروجين، يعني بيتم اختزالها بجزيئين هيدروجين عشان تعمل لنا مين؟ الميه. ده في الميتوكوندريا تمام. فلو حصل لا قدر الله ان بعض جزيئات، ثاني خليني بس امسح كده عشان اوريكم الكلام برضه، انا بشرح الكلام يا دكاتره، ان بعض جزيئات الاكسجين دي او بعض الالكترونات اللي هو الاكسجين الان ستيبل ده تمام هربت، عملت اسكيب، مفروض اصلا يحصل لها ايه؟ كومبليت، لسه قايلينها في الصدر اللي فات، يحصل لها كومبليت ريدكشن، اختزال تام عشان تتحول لميه. لو حصل ان هي ما دخلتش في التفاعل ده، او حصل لها بارشال ريدكشن تمام، بارشال ريدكشن، او هربت لاي سبب من الاسباب، هتتحول لايه؟ لاكسجين فري راديكلز تمام. في بقى معلومه مهمه جدا 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 لو تكتب في الام سي كيو الدكتور اكيد عليها، هي المعلومه الجايه دي، بيقول لك 1.4% من الاكسجين اللي احنا بنستنشقه او بيدخل جسمنا بيتحول لايه؟ لفري راديكال. النسبه المهمه كانت 1.4% بالمية تمام. تمام كمل. زي ما قلنا هنا الصوره دي بس بتوضح اللي احنا سايين دلوقتي، اللي هي الاكسجينس سورسز اوف فري راديكلز اللي بيسبب دي ان اي دامج، زي مثلا عندنا مين؟ زي عندنا قلنا البوليوشن، سواء كان من الفاكتوريز، من العربيات، الكار فيومز، او حتى من السموكينج، حد بيدخن جنبك. قلنا المواد الكيميائيه تدخل الجسم على البشره في السان سكرين، وبرده الدكتور زودت في رسمه، انا مش مكتوبه في الكلام بس الدكتور زودتها في رسمه، اللي هي الراديشن، حتى الاشعاعات الضاره ممكن تسبب ان الفري راديكلز تدخل الجسم تمام. طيب خلاص بقى، لا قدر الله حصل اللي هو زي ما قلنا كده الامبالانس ما بين الفري راديكلز والانتي اوكسيدنتس، الفري راديكلز زادت والانتي اوكسيدنتس ما عرفتش تواكب الموضوع ده، ودخلت في حاله اوكسيديتيف ستريس او اوكسيديتيف دامج، المفجعه دي، الهازارد دي تمام. هتشوف فيها ايه؟ هتشوف فيها خلل او دامج على مستوى الخليه تمام، والعناصر اللي موجوده جواها، وعلى مستوى الجسم كامل. نبدا الاول على مستوى الخليه تمام، نمسح بس كده عشان الدنيا ايه كلير اب. طيب على مستوى الخليه بيقول لك على مستوى الليبيد وعلى مستوى البروتين، وهناخد كمان على مستوى الاي دي ان اي. معلش عذرا. تمام ندخل الاول على مستوى الليبيد. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الليبيد ده هتبدا الفري راديكلز دي، يعني لما تدخل في عمليه اوكسيديتيف ستريس الفري راديكلز دي هتعمل ليبيد بريوكسيديشن، يعني ايه؟ هتعمل تكسير للليبيد، ديجريديشن اوف ذا ليبيد تمام. دي حاجه. حاجه ثانيه قال لك ان اكتر ليبيد هيتاثر او هيحصل له تكسير بسبب الفري راديكلز هيكون من نوع البولي انساتوريتد فاتي اسيد، اللي هو الاحماض الدهنيه الغير مشبعه، دي مهمه جدا والله الدكتور اكيد عليها. قالت ايه نوع الليبيد اللي بيتكسر اكتر بالفري راديكل؟ النوع المشبع ولا غير مشبع؟ لا النوع الغير مشبع، البولي انساتوريتد تمام. تمام وبرده زي ما قلنا كده، بيبان السيل ممبرين بيكون جواه ليبيد، فهو بما انه هيكسر الليبيد فهو هيكسر كمان السيل ممبرين، هو الفري راديكل يعني تمام. طبعا على مستوى البروتين، قبل ما اشرح بس الثلاث نقط عشان تبقى سهل عليكم، مش احنا كنا عارفين البروتين ده عباره عن امينو اسيد صح، مرتبطه معلش بس متاي طبعا زي الفل، عباره عن ايه؟ امينو اسيدز مرتبطه ببعضها ببعض كده ايه، بحاجه اسمها بوليبيبتايد شين صح. تمام وكنا عارفين ان البوليبيبتايد شين دي ما بتبقاش خط مستقيم كده، لا ده بتبقى متعرجه على بعضها كده ولفه تمام يعني. فهو بقى ايه بيقول لك؟ ايه بيقول لك؟ ان لو الفري راديكلز دي هتيجي تعمل دامج للبروتين ده ازاي؟ اول حاجه ممكن تكسر البوليبيبتايد شين دي، اهو هتعمل فراجمنتيشن او تكسير للبوليبيبتايد شينز اللي بين الامينو اسيدز فتكسر البروتين. أو ممكن ما تعملش كده، ممكن تعمل اجريجيشن للكروس لينكد رياكشن برودكت، يعني الكلام ده مش احنا قلت لكم دلوقتي ان البوليبيبتايد شين دي او البروتين عموما لو جيت بصيت عليه تحت الميكروسكوب مش هتلاقي الامينو اسيد مترتب بالتوازي كده خط مستقيم، لا ده هتلاقيهم متجمعين على بعض زي ما رسمنا في الرسمه كده. طبعا الموضوع اعقد من كده. فهو ممكن يعمل ايه بقى الفري راديكل ده؟ بدل ما يجي يكسر اللي هي البوليبيبتايد شينز دي، لا ده يكسر البروتين بطريقه ثانيه، يروح يقعد يجمع الجزيئات، يعني المفروض مثلا في مسافه اهي ما بين كل جزيئ والتاني مثلا بطريقه معينه، لا يجي يروح مجمعهم على بعض، يعمل اجريجيشن للامينو اسيدز جوه البروتين، فده هيسبب برده خلل في التوازن والكيميكال ستراكشر بتاع البروتين فهيكسره. ممكن برده اصلا يكسر الامينو اسيدز نفسه، يعمل عمليه البروتيولايزس تمام، او يكسر البروتين وكده يعني تمام. طب على مستوى الدي ان ايه بقى؟ مش احنا عارفين، قبل بس اشرح برده الكلام ده عشان يبقى سهل عليكم، مش احنا عارفين ان الدي ان ايه عباره عن ثلاث حاجات، بيبقى عباره عن سكر خماسي مرتبط بقاعده نيتروجينيه نقول ان هي دي، ومجموعه فوسفات صح. طيب قال لك ان هو ممكن يكسر الايه؟ السكر الخماسي ده، السكرايد رينج ده، يكسرها يعمل لك ليفج، دي اول حاجه. ممكن يعمل ايه برده؟ القاعده النيتروجينيه دي ممكن يعمل لها موديفيكيشن، يغير في التركيب الكيميائي بتاعها تمام. ممكن برده ممكن يكسر التشين اللي موجوده ما بين الثلاث مواد دي، اللي هو السكر الخماسي او القاعده النيتروجينيه والفوسفات، يقعد يكسر فيها، فبالتالي ايه؟ هيكسر في الدي ان ايه. واحنا عارفين برده ان الدي ان ايه كان عباره عن ايه؟ شين عامله كده، فاكرين؟ ممكن يجي يكسر فيها تمام، سواء كان هيكسر في الجزيئات بتاعه الدي ان ايه نفسها والقواعد ما بينها وكده، او ان هو يكسر في يعمل خلل عمود في شكل الايه؟ الدي ان ايه تمام، او يعمل ميوتيشن، يعمل تفرز في الدي ان ايه تمام. ده كان على مستوى الخليه. طب على مستوى بقى الجسم، دخلت في حاله اكسيديتيف ستريس هنشوف ايه؟ بصوا هو دكتور قالت المجسمين دول لو جه منهم حاجه هيجي انيوميريت اكتر من ام سي كيو، يعني مثلا ممكن يقول لك ايه؟ ممكن يقول لك انيوميريت الباثولوجيكال رول اوف فري راديكلز على الجسم كله، ما حددش عضو معين على الجسم كله. فممكن تذكر كام واحده من دول، احفظ على الاربعه وكده، زي دايابيتس ميليتس، السكر، ليفر دامج، الازمه، الكاتاراكت اللي هي الميه على العين، الكارديو فاسكولار ديزيزز تمام. وفي برده اللي هي ممكن يعدي سي ان اس بلد بارير ويعمل نيورو ديجنريتيف ديزيزز، كانسر، الايجنج، دي مهمه جدا شرحتها في المحاضره. قالت عارفين انتوا دايما كده ايه؟ تلاقوا اعلانات مثلا هايلورونيك اسيد، تقول لك هايلورونيك اسيد وفيتامين اي وفيتامين سي، دي اصلا عباره عن مواد ايه؟ مضادات اكسده اللي هي الانتي اوكسيدنت، فهي اصلا بتيجي تمنع التجاعيد. طب هي بتقول لك كده في الاعلان، طب انت كدكتور لازم تكون عارف الانتي اوكسيدنت ده بيمنع التجاعيد ازاي؟ ان هو اصلا بيحارب الايه؟ العمليه الاكسيديتيف ستريس، بيحارب الفري راديكال. فلما يحارب الفري راديكال بيمنع الايجنج اللي بيحصل في السكن نتيجه الفري راديكال، فبيمنع التجاعيد او بيقضي عليها تمام. ممكن برضه يعمل في الجوينتس حاجه اسمها ريوماتويد ارثرايتس اللي هو الالتهاب الريوماتويدي. طيب المجسم الثاني ده مش كله حفظ، الدكتور الصراحه لما جت سالناها يا دكتوره نحفظ ايه في المجسم ده، هي شرحت كله عموما بس قالت اهم حاجه البرين، لان ده ممكن يجي انيوميت، واكيد جاي في الامتحان انيوميت، يقول لك مثلا انيوميت الباثوجينيسيس اوف فري راديكلز اون برين، او لما يحصل اوكسيديتيف ستريس اون برين تمام. بص خلينا نقرب برضه عشان ايه تكون شايفينها. قال لك ان هو هيسبب الزهايمر، الباركنسون اللي هو شلل الرعاش، هيعمل احفظ بالكم واحد خمسه على الاقل، هيعمل اوتيزم توحد، مايجرين اللي هو الصداع النصفي المزمن، انسومنيا اللي هو الارق، هيعمل ديبريشن اكتئاب، هيدخلك في الديمنشيا اللي هو النسيان المتكرر، الباي بولر ديس اوردر اللي هو
اللهم صل على النبي، اللي هو ايه انفصام الشخصيه او اللي هو القطب الثنائي حاجه كده مش فاكر اسمها ايه، الكانسر. طبعا دي اهم حاجه تعرفوها يعني، دي لازم تحفظوها صراحه. الباقي بقى عادي ممكن تعرف كلمه كلمتين حتى لو ما حفظتهاش عادي. يعني مثلا هيفلارت هيعمل هارت اتاك، في الكدني هيعمل كدني ديزيز، في السكن اقول هيعمل ايه ايجنج ورينكلز واكني كده يعني، مالتي اورجان بقى دايبيتس جوينتس نمبر ارثرايتس. انت اصلا معظمهم هتكون حافظهم هنا، فاحفظ ده واحفظ بتاعت البرين اهم حاجه وامورك تمام باذن الله. تمام نكمل بقى. احنا عمالين نقول فري راديكلز ان ستيبل هايلي رياكتيف، لسه من غيرها ما بيحرمش غير الانتي اوكسيدنت، عمالين نقول عليها بلاوي. طب هي الفري راديكلز دي مهمه يعني؟ هي دايما هارمفول ولا ايه؟ قال لك لا والله هي مش دايما هارمفول، ده ليها ترى عليها فايده. طب ازاي بقى؟ سيبكم الصلاه دي احنا نرجع لها، خلينا نشرح الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بص البكتيريا ماده ضاره دخلت الجسم، ايه طبيعي اللي يحصل؟ تيجي الخلايا المناعيه الانفلاماتوري سيلز زي الفاجوسيتيك سيلز ماكروفاجز ونيتروفيلز وغيرها، تروح بقى على البكتيريا دي تبلعها ليه؟ بتعمل لها فاجوسايتوزس، بتحللها يعني. طيب اثناء عمليه الفاجوسايتوزس دي تمام بيحصل عمليه تانية كده فرعيه اسمها ريسبيراتوري بيرست. طب ايه اللي بيحصل في الريسبيراتوري بيرست دي وفائدتها ايه؟ بص احنا لازم تعرفوا ان في انزيمات موجوده في الفاجوسيتيك سيل دي، احداهم اللي هو الانزيم ده ناد بي اتش اوكسيديز. تمام انزيم الناد بي اتش اوكسيديز ده بيعمل حاجه غريبه جدا جدا، بيجيب الاكسجين اللي موجود في الفاجوسيتيك سيل دي ويحولها لفري راديكال اللي هو الاو 2 او 2 دوت نيجاتيف. تمام اللي هو ده السوبر اوكسيد انيون، فاكرينه اللي هو من نوع من انواع الار او اس. تمام هتقولي ازاي يا دكتور ده حولها للفري راديكال، ده كده حاجه وحشه، ليه ربنا عامل لنا الانزيم ده في الجسم؟ لا مش حاجه وحشه، ركزوا معايا بس، انا بقول لكم اهو الفري راديكالز مش وحشه، ده مش اولز هارمفول، ده في منها ايه حاجات حلوه. ففي عمليه الفاجوسيتوزس بيحصل عمليه فرعيه اسمها ريسبيراتوري بيرست، بيجي انزيم اسمه مو متعرف جدا الانزيمات دكتور كده على الانزيمات الثلاثه دول وعلى المواد الكيميائيه كمان اللي هي ناتجه عن الانزيمات دي. تمام قالت لنا الاكسجين بيتحول عن طريق الناد بي اتش اوكسيديز في عمليه ريسبيراتوري بيرست لايه؟ لسوبر اوكسيد انيون اللي هو الاو 2 دوت نيجاتيف. تمام طيب يجي انزيم ثاني بقى اسمه سوبر اوكسيد ديميوتيز، الانزيم ده مهم جدا برده هناخده في المحاضره بعدين نتكلم عنه بالتفصيل، بيحول السوبر اوكسيد انيون ده لايه؟ ال H2O2 اللي هو كان احد برضو الار او اس يعني لسه دلوقتي فري راديكال اللي هو مين؟ اللي هو الهيدروجين بيروكسيد. تمام بعد ما يحول السوبر اوكسيد انيون للهيدروجين بيروكسيد يجي انزيم ثالث اسمه ام بي او تمام او المايلو بيروكسيديز، يروح محول الهيدروجين بيروكسيد ده لمركب ثاني اسمه هايبوكلوروس اسيد ال HOCl. تمام هرجع ثاني بس عشان هي مهمه جدا مهمه جدا جدا جدا. ايه اللي حصل؟ البكتيريا دخلت الخليه المناعيه اللي هي الفاجوسايتوزس بلعتها. تمام بعد ما بلعتها بقى المفروض تبدا تحللها. اثناء عمليه الفاجوسايتوزس او تحليل ده للبكتيريا بيبقى في عمليه فرعيه اسمها ريسبيراتوري بيرست. تمام بيجي انزيم اسمه ناد بي اتش اوكسيديز بيحول الاكسجين لاحدى الفري راديكالز احدى الار او اس اسمه ايه؟ اسمه سوبر اوكسيد انيون او 2 دوت نيجاتيف. تمام الاو 2 دوت نيجاتيف ده بيتحول لنوع ثاني من الفري راديكالز او نوع ثاني من الار او اس اسمه ايه؟ هيدروجين بيروكسيديز ال H2O2 عن طريق انزيم اسمه ايه؟ سوبر اوكسيد ديميوتيز. تمام وبعدين ايه؟ وبعدين السوب اللي هو اللي نص العنبي الهيدروجين بيروكسيديز ده بيتحول لمركب اخير اسمه ايه؟ اسمه هيبوكلوروس اسيد عن طريق مين؟ الام بي او. طيب معلومه بقى، بما اننا عرفنا العمليه دي كلها وعرفنا ان بيتم تصنيع عن طريق الريسبيراتوري بيرست عن طريق انزيمات معينه زي النت بي اتش اوكسيديز والسوبر اوكسيد ديميوتيز والام بي او، بيتم تصنيع الار او اس عشان بتساعد في ايه؟ بتساعد في قتل البكتيريا جوه الفاجوسيتيك سيل اهو بكلس بكتيريا. حدد لك بقى اثنين من المركبات الكيميائيه دول او من الفري راديكلز دول اللي ليهم تاثير اكبر في قتل البكتيريا دي، اللي هو مين؟ اللي هو دول، ثانيه خلينا نعلمهم برون ثاني، اللي هو ده السوبر اوكسيد السوبر اوكسيد انيون ومين الهايبوكلوروس اسيد، الاثنين دول ليهم اكبر تاثير في قتل البكتيريا في النهايه يعني بعد ما العمليه دي كلها تخلص، بعد ما الريسبيراتوري بيرست دي كلها تخلص. تمام دي حاجه. معلومه كمان برده مهمه انه اكتر انزيم او الكي انزيم في العمليه دي اللي هي الريسبيراتوري بيرست اكتر واحد مهم ده الانزيم ده النت بي اتش اوكسيديز، وساعات في الاسئله مش هقول لك نت بي اتش اوكسيديز، ممكن يقول لك على طول اوكسيديز يعني ممكن على طول يروح لك كده اوكسيديز. تمام فتكونوا عارفين هو الاوكسيديز اللي هو نت بي اتش ايه اوكسيديز. تمام بس ده كله الكلام اللي مكتوب هنا هنقوله برده سريعا كده، دي بس الايه اللي احنا بنحبه. حلو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الناد بي اتش اوكسيديز اللي هو الانزيم ده تمام بيحول الاكسجين لايه؟ لسوبر اوكسيد انيون احدى الار او اس، بيحول الاكسجين لواحد من الار او اس اللي هو في راديكال اسمه سوبر اوكسيد انيون عن طريق عمليه اسمها ايه؟ اسمها ريسبيراتوري بيرست. بتحصل انت لما تكون الفاجوسيتيك سيل بعد البكتيريا بتعمل لها فاجوسايتوزس. تمام امثله على الفاجوسيتيك سيلز اللي هي النيتروفيلز والايزوفيلز والمونوسايت بروفاجز وكده. تمام طيب قال لك ايه برده؟ قال لك ان السوبر اوكسيد ده اللي هو الانيون الاو 2 دوت نيجاتيف، قال لك ان هو بيتحول لمين؟ للهيدروجين بيروكسيد H2O2 عن طريق انزيم اسمه سوبر اوكسيد ديميوتيز. تمام اللي هو اسمه برده SOD. تمام لازم تكونوا عارفين ده عشان بيجي في ام سي كيو. تمام وبعدين بقى اللي هو الهيدروجين بيروكسيد ده بيتحول لمركب اخير اسمه هايبوكلوروس اسيد عن طريق انزيم اسمه ايه؟ الام بي او اللي هو المايلو بيروكسيديز. تمام اكتر مركبين بيساهموا في البكتيريسايدال اكشن او في قتل البكتيريا كيلينج بكتيريا اللي هو المركب مين؟ سوبر اوكسيد انيون او المركب بتاع خالص الاكسجين، وبرده اخر مركب خالص عمل اللي هو الهايبوكلوروس اسيد. تمام تمام في حاجه عرفنا ان الفري راديكلز مش دايما وحشه يعني بتساعد في قتل البكتيريا. تمام تمام ندخل بقى في الانتي اوكسيدنت اللي هو مضادات الاكسده. بيقول لك ان مضادات الاكسده دي هي مواد بتقلل الضرر والتكسير وكل حاجه اللي بتنتج عن الايه؟ الفري راديكال اوكسجين اللي هو الار او اس. تمام وبتمنع وبتنهي تماما ترمينيتس الفري راديكال رياكشن. ازاي؟ ان هي ليها اليه دفاعيا ديفنس ميكانيزم. تمام بتمنع اصلا الفري راديكال تعمل ده كله، بتحمي يعني الجسم. دي حاجه ان هي لو حصل مثلا اوكسيديتيف ستريس دامج اللي احنا سائلينه سواء على مستوى الخليه دي ان هي ولا بروتين او على مستوى الجسم كله. تمام بتصلحه بتعمله ريبيرنج، كمان بتعمل اليمنيشن للدمج بالمولكيول لو في حاجات في الجسم اتكسرت او اتدمرت فهو بقى ايه بيكسرها بقى خلاص بيرجع لها تماما عشان ما تكونش قاعده في الجسم، واصلا بيمنع اصلا يحصل ايه سيلير ميوتيشن نتيجه الفري راديكال. تمام تمام انت بقى رسم الانتي اوكسيدنتس دي. قال لك زي ما الفري راديكلز انواع، الانتي اوكسيدنتس برضو انواع، في انواع بتكون جوه الجسم، في مضادات اكسده جوه الجسم اندوجينس، وفي مضادات اكسده ممكن تحصل عليها من غذاء بره او من ماده كيميائيه ليه عدم تكون ايه الفيتامينات يعني. تمام
تمام. الاندوجينس تايب عاده بتبقى انزيمات، يعني اللي جوه الجسم، الانتي اوكسيدانتس اللي بتطلع جوه الجسم بتكون انزيمات. زي مين؟ السوبر اوكسيد ديميتيز. هتقولي ازاي يا دكتوره؟ السؤال ده تسأل الدكتوره في المحاضره، قلنا لها ازاي يا دكتوره؟ مش لسه قايلين دلوقتي ان السوبر اوكسيد ديميتيز ده هو اللي بيحول جوه الفاجوسيت سيل عن طريق الريسبيراتوري بيرست، العمليه دي بيحول الاو 2 لسوبر اوكسيد انيون اللي هو او 2 دوت نيجاتيف. مش احنا لسه قايلين كده اهو صح؟ اهي مش عليه بخرف اهو، نمسح نمسح اهو، لسه قايلين السوبر اوكسيد ديميوتيز بيحول فين؟ بيحول، كان بيحول الفري راديكال ده لنوع تاني من انواع الفري راديكال. ازاي واحد من الانتي اوكسيدانتس؟ ازاي هو اصلا بيعمل فري راديكال اللي هو الهيدروجين بيروكسيد؟ ازاي؟ معلش انا عملت غلطه، انا اتلخبطت. مش هو مش هو مش هو اللي بيحول الاوتو، اللي بيحول الاوتو الاوتو نيجاتيف هو الايه؟ معلش اتلخبطت، مش الانزيم ده، مش سوبر اوكسيد ديميوتيز الثاني اللي هو النات بي اتش اوكسيديز. المهم يعني، المهم يعني انا قلت لكم ايه؟ ان هو يعني بيساهم في عمليه ايه؟ تصنيع الفري راديكالز. ازاي بيساهم في عمليه تصنيع الفري راديكالز ويعتبر من الانتي اوكسيدانتس؟ هنشرحها برده دلوقتي تمام. وبرده من الانزيمات دي اللي هو الكاتاليز والجلوتاثيون بيروكسيز. اما من الاكسوجينس انتي اوكسيدانتس تركوا معظمها بتبقى فيتامينات، زي عندنا الفيتامين اي اللي هو التوكوفيرول، والفيتامين سي زي الاسكوربيك اسيد، والفيتامين اي اللي هو اشهر واحد البي كالسيوم تمام. تمام، قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الاندوجينس ثواني لا حول الله. المهم كنا بنقول بقى اللي هو الايه؟ الانتي اوكسيدانتس دي في نوع اندوجينس اللي هو بقى ايه؟ بتصنع جوه الجسم، قلنا معظمها تكون انزيمات بس مش كلها، في برضه نوع انزيماتك تمام. الانزيمات قلنا ليه؟ سوبر اوكسيد ديميتيز والكاتاليز والجلوتاثيون بيروكسيديز. طب الانزيماتك مش هنشرحها يعني في المحاضره، بس لازم تعرفوها امثله يعني عشان تيجي في الام سي كيو، زي اليوريك اسيد والسيريولوبلازمين والترانسفيرين والالبيومين، كلها بروتينات اهو. ان 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 تمام تمام. نبدا في الانزيماتك انتي اوكسيدانتس اللي هي الاندوجينس تايب. هقول لكم حاجه بس قبل ما نبدا، هي مش مكتوبه بصراحه في الداتا، بس هي الدكتوره قالتها في المحاضره وما اعرفش في كده اسئله لا، فتكونوا عارفينها برضه. الانزيماتك انتي اوكسيدانتس ليها اسم تاني، عارفين اسمها ايه؟ اسمها سكافنجر. عارفين الافنجرز؟ السكافنجرز المضحيه تمام. الافنجرز يعني اللي هم الايه؟ المنقذين. لكن السكافنجر يعني بتضحي، يعني بتضحي بنفسها في سبيل ان هي تقضي على الفري راديكال تمام. انا بقولها لكم بس يعني عشان تكونوا عارفينها، دي جايه في المحاضره مش عارفه تيجي ولا لا، مش مكتوبه في الداتا. طيب المهم يعني انا بحاول اظهر لكم الكلام وابعتها في البي دي اف. المهم الانزيمات دي بقى نبدا باول واحد اللي هو مين؟ السوبر اوكسيد ديميتيز. احنا عارفين السوبر اوكسيد ديميتيز ده لسه شرحين دلوقتي، اللي هو كان بيحول اللي هو السوبر اوكسيد انيون احدى الفري راديكالز تمام، كان بيحولها لمين؟ كان بيحولها للايه؟ الهيدروجين بيروكسيد تمام. تمام طيب، دي كده وظيفه من وظايفه على فكره، يعني ممكن تجي ام سي كيو عادي، دي وظيفه من وظايفه فعلا يعني تمام. تمام، نكمل بقى ايه؟ قال لك ان هو برده يعتبر الفيرست لاين اوف ديفنس تو بروتكت سيلز، يعني اول انزيم مضحي، اول واحد يعني ايه؟ اول واحد بيساهم في عمليه التضحيه عشان ايه؟ يقضي على الفري راديكالز تمام. قال لك ان هو برده موجود في جميع الخلايا، دي برده معلومه مهمه جدا جدا جدا. سوبر اوكسيد ديميتيز موجود في جميع الخلايا، على عكس برده الانزيمات الجايه هتلاقي كل واحد موجود ايه؟ في مكان معين تمام. قال لك بقى ان هو ليه ثلاث انواع او 3 فورمز، ثلاث اشكال، تايب 1 تايب 2 وتايب تايب هي ماشي تايب 2 وتايب 3 تمام. تمام بس كده شويه عشان تمام. في عندنا ايه؟ في عندنا اللي هو ماشي، في عندنا اللي هو تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 تمام. لازم تعرف لي، مهم جدا في الانزيمات الجايه دي كلها، تعرف لي حاجتين: واحد، المكان اللي الانزيم ده بيتصنع فيه وموجود فيه يعني بشكل رئيسي، دي حاجه. الحاجه الثانيه تعرف لي الانزيم ده في تصنيعه بيعتمد على ايه، يعني كل انزيم بيكون ديبندنت على حاجه. يعني مثلا اللي هو سوبر اوكسيد ديميتيز تايب 1 ده، قال لك ان هو موجود اكتر حاجه في السيتوبلازم، لازم تعرف لي المعلومه دي. طب المعلومه الثانيه لازم تعرف لي عنها ان هو كوبر زنك ديبندنت، يبقى هو موجود في السيتوبلازم بتبدا بالسي وبيعتمد على الكوبر بتبدا بالسي برده تمام. كوبر زنك يعني ديبندنت في تصنيعه يعني او في تكوينه الكيميائي يعني. طيب تايب 2، تايب 2 قال لك ان هو موجود في الميتوكوندريا اكتر حاجه برايمري يعني. طيب هو موجود في الميتوكوندريا، يبقى هو بيعتمد في تصنيعه على حاجه تبدا في الام برده اللي هو مين؟ المنجنيز. خلاص كده بقى سكتوا مع بعض، سي سي ام ام حلو. طيب تايب 3 اللي هو السوبر اوكسيد ديميتيز تايب 3، قال لك ان هو بيكون اصلا موجود بره الخلايا تمام. تمام نكمل. في عندنا بقى اللي هو الايه؟ ثاني نوع من الانزيم اللي هو الكاتاليز. الكاتاليز قال لك ان هو موجود اكتر حاجه في البريكسونز وبيعتمد على الايرون. دي المعلومتين لازم تعرفهم في كل انزيم، خلاص خلصناهم. طب مكتوب ايه ثاني؟ بيقول لك برده ان الكاتاليز ده يعني يعني بيعمل ايه الانزيم ده؟ بص قال لك ان هو الانزيم ده بيساهم في تكوين الميه والاكسجين عن طريق التفاعل الكيميائي ده. عارفين انتوا يعني هو بص مش ال H2O2 ده اللي هو المركب ده اصلا واحد من الفري راديكالز الار او اس، معلش مش عارفه كتبتها 3 ليه، الار او اس هو واحد من الار او اس اللي هو الاتش 2 او 2 ده. انزيم الكاتاليز ده يعني هو كان الانزيم هنا على الخط بتاع التفاعل ده، انزيم الكاتاليز ده بيساهم في ان هو يقضي على الفري راديكال ده والار او اس ده عن طريق ان هو بيحوله لماده مفيده بقى او ماده مش لازم الجسم اللي هي المين؟ الميه والاكسجين. يبقى تعرف ان انزيم الكاتاليز ده اهم حاجه تعرف ان هو موجود في البريكسوم وديبندنت على الايرون. حلو، قال لك برده ان هو بيدخل في التفاعل الكيميائي اللي بيقضي على الفري راديكال اللي هو الاتش 2 او 2 عن طريق تحويله لمين؟ الميه والاكسجين تمام. تمام ندخل بقى على الجلوتاثيون، سيبكم من الكلام ده كله لانه ايه؟ شرحه كله في الرسمه دي، نشرح الرسمه الاول ونرجع الكلام زي ما بنعمل دايما تمام. تمام بص، مش احنا كنا عارفين ان السوبر اوكسيد ديميتيز كان بياخد الفري راديكال اللي هو سوبر اوكسيد انيون ويحوله للفري راديكال الثاني او الار او اس الثاني اللي هو الايه؟ الهيدروجين بيروكسيد. احنا واخدين اصلا العمليه دي قبل كده تمام. دلوقتي بقى احنا عايزين نتخلص من الاتش 2 او 2 ده. احنا كنا قلنا يا اما ندخل عليه كاتاليز صح ويحوله ميه ووتر واكسجين، ووتر بلس اكسجين، او ممكن لو انت مثلا ده مثلا في البريكسوم. طيب لو انت مثلا ايه معاكش دلوقتي غير انزيم الجلوتاثيون، هتتخلص منها ازاي؟ قال لك والله الجلوتاثيون ده ليه نوعين، في جلوتاثيون بيروكسيديز وفي جلوتاثيون ريدكتيز. ايه الفرق؟ الجلوتاثيون بيروكسيديز ده بص سيبكم خالص من الكلام اللي فوق ده، ركزوا معايا على السيركليه دي تمام. الجلوتاثيون بيروكسيديز او البي او دو، البي او دي معلش، كان بيجيب جزيئين من الامينو اسيد جي اس اتش، جي اس اتش تمام، ده امينو اسيد تمام، ويعمل له زي ما بتقولوا كده اكسده، ياكسده تمام، يحوله لاكسيدايزد جلوتاثيون اللي هو مين؟ الجي اس اس جي. بص طول ما انا ماشي كده هقول لكم اكسيدايزد جلوتاثيون اللي هو الاثنين جلوتاثيون مفترين عن بعض كده اهو، اهو بص مفترين عن بعض، واحده هنا وواحده هنا تمام. ده مين؟ ده الاكسيدايزد جلوتاثيون، يعني خلاص تم اكسدته خلاص عن طريق البيروكسيديز انزيم اللي هو الجلوتاثيون بيروكسيديز تمام. طيب ليه عملت المحركه دي؟
عملت انا الحركه دي عشان ليه يعني ليه اكسبت الجلوتاثيون، ليه اكسبت الجلوتاثيون ده وحولته للي هو الاكسدايز فورم ده؟ عشان لما عملت كده اهو شلت منه 2 اتش، مش عارفين ان عملت الاكسده، يا اما ان انت عشان تاكسد ماده مثلا تمام، يا اما ان انت تحط عليها اكسجين يعني تحط اكسجين، يا اما ان انت تشيل منها هيدروجين 2 هيدروجين، مش احنا كنا دايما بنقول كده انك تاكسد الماده الكيميائيه ان انت تحط لها اكسجين او انت تشيل منها 2 هيدروجين تمام. لما جيت انا استنى خلاص عشان ما اتكلمش عليكم، لما جيت انا عايز اكسد ال 2 جي اس اتش ده او ال 2 ماينس جي اس اتش واحوله للي هو الاكسدايزد فورم تمام، انا المره دي شلت منه 2 هيدروجين. طب ال 2 هيدروجين اللي شلتهم دول راحوا فين؟ شلت ال 2 هيدروجين دول بقوا فري خلاص، لا ما بقوش فري، جيت انا حطيتهم على الفري راديكال ده H2O2، فتحول H2O2 لايه؟ ل 2 H2O اللي هو ايه؟ مركبين ميه يعني، بقى حاجه بقى حاجه خلاص 2 H2O 2 H2O بقت حاجه خلاص في الجسم يعني مش ذره تمام. فهمت احنا عملنا ايه؟ يبقى احنا اكسدنا جزيئين اللي هو الجلوتاثيون ده وحولناه لاكسدايز جلوتاثيون عشان نشيل منه 2 اتش ونحطها على مين؟ هنحطها على الهيدروجين بيروكسيديز تمام. طيب وحولنا الهيدروجين بيروكسيديز بفعل العمليه دي كلها لمين؟ لجزيئين من الميه، حاجه سليمه في الجسم. طيب الاكسدايز جلوتاثيون ده، طب ما خلاص بقى عارفين انتوا المثال اللي هو هنحل مشكلتك ونسيب مشكلتي، يعني احنا حلينا مشكله الهيدروجين بيروكسيديز وقضينا على الفري راديكال ده وعملنا كمان فري راديكال، ما هو ده اكيد ايه مش ستيبل تمام، ما هو غلط الماده دي غلط بقى في الجسم كده، حلينا مشكلتك يا H2O2 وسيبنا مشكلتنا، لا ده طلع فيه مركب تاني او انزيم تاني من الجلوتاثيون اسمه جلوتاثيون ريدكتيز، ده بقى بيعمل ايه؟ بيعمل اختزال للاكسدايزد او بيعمل ريدكشن للاكسدايزد مين؟ جلوتاثيون تمام، اللي هو مفرق عن بعضه ده. طيب بيعمل له اختزال ازاي؟ ازاي جلوتاثيون ريدكتيز بيعمل اختزال للاكسدايزد جلوتاثيون؟ قال لك ان هو عن طريق النت بي اتش. طب النت بي اتش ده كان بيجي منين؟ كان بيجي من الاتش ام بي شنت اللي الجلوكوز كان بيدخلها، الجلوكوز كان بيدخل اتش ام بي شنت تمام، كان بيطلع لنا حاجتين لو انتوا فاكرين، كان بيطلع لنا سكر الخماسي اللي هو 5 فريبيلوز، كان بيطلع لنا بي اتش. ليه النت بي اتش كان بيدخل عمليه الايه؟ الاكسده والاختزال اهو، داخل في عمليه الاختزال اهو تمام. فتعرفوا لي ان الجلوكوز بيدخل في الاتش ام اي بي اتش ام بي شنت تمام، وعن طريق انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بيصنع لنا النت بي اتش، يروح النت بي اتش ده داخل في عمليه اختزال او اختزال الجلوتاثيون المتاكسد ده تمام، ويحوله ايه؟ الجلوتاثيون ريديوس تاني او جلوتاثيون طبيعي عادي تمام. فهمتوها؟ خلاص تمام كده. نرى بقى الكلام الاول، في حاجه كمان هقولها. طيب يا رب تكونوا فهمتوا العمليه كده، انا ممكن ارجع سريع كده سريع سريع خالص، اللي هو اول حاجه بسم الله السوبر اوكسيد انيون ده تمام، بفعل سوبر اوكسيد ديميتيز بيتحول لنطري من الار او اس اللي هو مين؟ اللي هو الهيدروجين بيروكسيديز تمام. الهيدروجين بيروكسيديز لسه ما خلصناش منه، هنخلص منه ازاي؟ ان احنا عايزين نضيف له 2 هيدروجين تمام. بنضيف له 2 هيدروجين ازاي؟ بناخدها من مركب ايه؟ ريديوسد، بنعمل له اوكسيديشن عن طريق الجلوتاثيون بيروكسيديز ونحوله اوكسيدايزد فورم ونطلع منه 2 اتش نحطها على الاتش 2 او 2 ده فيتحول لجزيئين ميه، كده خلصنا من ايه؟ من خطر الهيدروجين بيروكسيديز. طيب لسه معانا مشكله اللي هو الجلوتاثيون ده، لسه الجلوتاثيون ده اوكسيدايزد، عايزين نرجعه ريديوس تاني ازاي؟ عن طريق الاتش ام بي شنت كان بيطلع منها الجلوكوز، كان بيدخل اتش ام بي شنت تمام، وعن طريق انزيم اسمه جلوكوز فوسفيد هيدروجينيز كان بيصنع لنا في النهايه النت بي اتش. النت بي اتش يدخل عمليه الاختزال اللي هو الجلوتاثيون المتاكسد ده ويحوله لمين؟ يحوله لجلوتاثيون عادي او جلوتاثيون ريديوس تاني تمام. طيب انا كده شرحت العمليه كده بسرعه بس. طيب قال لك بقى ايه؟ فاكرين انت لما كان عندنا حاجه اسمها انيميا الفول؟ فاكرين كنا بنقول الانيميا الفول كانت ايه؟ بتزود الاتش 2 او 2 ده، كانت بتزود ازاي؟ ان هي كانت بتسبب ديفيشنسي او قله في الجلوكوز فوسفيد هيدروجينيز. نفس الفكره بالظبط، نفس الفكره بالظبط، لو حصل لاي سبب من الاسباب ان حد عنده نسبه الجلوكوز فوسفيد هيدروجينيز او قلت او ما بقتش موجوده اصلا لاي سبب من الاسباب تمام، مش هيتصنع النت بي اتش، فبالتالي الاكسدايز جلوتاثيون ده مش هيعرف يرجع للفورم الطبيعي بتاعه اللي هو ريديوسد حتى لو الانزيم ده موجود تمام. فبالتالي الواحد هيدخل في حاله من الايه؟ هيموليتيك انيميا تمام. تمام ندخل بقى نشوف الكلام بقى، هو نفسه بالظبط اللي احنا عاملينه الشهر كله، بس زياده تعرفوا لي اللي هي الايه؟ كل حاجه انتوا تعرفوها، كل حاجتين انتوا تعرفوا لي في الانزيمات كلها، اللي هو موجود اكتر حاجه فين؟ الجلوتاثيون بيروكسيديز قال لك موجود اكتر حاجه في السيتوبلازم، وبانه موجود في السيتوبلازم تمام، واسمه جلوتاثيون ثايون، يبقى هو ايه؟ هيكون ديبند على السيلينيوم، ثايون وسيلينيوم تمام. تمام قال لك برده ان هو بيساعد في عمليه ريجينريشن، اعاده تصنيع بتاعه الاسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي وفيتامين اي اللي هو توكوفيرول والبفرنج بتاعهم كده تمام. دي بقى كلها العمليات اللي احنا قاعدين نشرحها في الرسمه. قلنا دلوقتي ان الاكسدايزد جلوتاثيون، فاكرين الاكسدايزد جلوتاثيون اللي هو كان قلت لكم ايه؟ كان حتتين على بعض كده اهو، دي ودي، ده الاكسدايزد جلوتاثيون تمام. كنا بنقول ان هو بيرجع بيحصل له اوكسيديشن عن طريق انزيم اسمه جلوتاثيون ريدكتيز ويرجع لايه؟ لل2 جي اس اتش. طب ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق مثبت النت بي اتش. طب النت بي اتش ده كان بيجي منين؟ كان بيجي من الجلوكوز لما يدخل اتش ام بي شنت، وكان بيبقى فيه انزيم بيساعد في الاتش ام بي شنت اسمه جلوكوز فوسفيد هيدروجينيز في الاتش ام بي شنت، يعمل ايه بقى؟ يصنع لي النت بي اتش ده اللي كان بيعمل زي ما تقولوا كده ايه؟ ريدكشن تاني للاكسدايز جلوتاثيون ده تمام. تمام قال لك بقى ايه برده المعلومه دي اللي قلتها في النهايه دي، اللي هي لو حصل جلوكوز فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي مش هيبقى في عندنا نت بي اتش، مش هيبقى في نت بي اتش تمام، فبالتالي هتدخل في حاله من الهيموليتيك انيميا، والار بي سيز موست لايكلي هيحصل لها لايزس هتتكسر، فهيبقى في انيميا يعني تمام. تمام في برده حاجه هنا انت تقولها معلش، ان هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لا سيما بقى، وحاله الهيموليتيك انيميا دي تبقى حاده جدا 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 لو انت بس مش عندك ديفيشنسي في الجلوكوز فوسفات هيدروجينيز، لا ده كمان عمال تاخد مواد مؤكسده ضاره في الجسم بتزود الاكسدايزنج ايجنت، عشان برده تكون فاهمينها النقطه دي معلش. عاوزين تخيل معايا هنا كده مثلا ثواني. تمام تخيل معايا هنا انت جبت على اي سبب من الاسباب الجلوكوز فوسفيد هيدروجينيز ده قل، مش هيبقى في نت بي اتش تمام، فمش هتعرف تحول الاكسدايز فورم ده للريديوس فورم تاني اوف جلوتاثيون صح. طيب دي حاجه. حاجه ثانيه، تخيل بقى انت عمال تزيد التين بيلا، هدخلك انا في الهيموليتيك انيميا يقول لك تمام، ايه اللي ممكن يزيد التين بيلا يخلي الهيموليتيك انيميا دي حاده قوي 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 اللي هي طوارئ بقى عمليات؟ لو انت اصلا عمال تاخد حاجات عماله تاكسد اوكسدايزنج ايجنت، عماله تاكسد الاثنين جي اس اتش ده للاكسدايز فورم ده،
يعني عمال تصنع من الاخر كده، عمال تصنع منه كتير قوي قوي قوي، عمال تصنع منه كتير، وفي نفس الوقت مش عارف تعمل الماده الكيميائيه اللي هي النت بي اتش اللي كانت بترجعه لايه؟ للفورم ريديوست. يعني عملت كتر في ده قوي وعمال مش عارف تصنع ده اصلا، نتيجه قله في النت بي اتش ونتيجه ان انت عمال تزود في الاكسديشن. تمام تمام. نكمل بقى اللي هو الايه، الاكسجينس انتي اوكسيدنتس اللي هي كانت معظمها فيتامينات. خلاص اللي باقي بقى كلام معظمه حفظ كده وكلام بديهي سهل. يعني الفيتامين اي الاوتوكيفيرول قلنا ان هو كان واخدينها في النيوتريشن موديول ان هو كان من انواع الفيتامينز الليبيد سوليبل، فهو يعتبر برده ليبيد سوليبل انتي اوكسيدنت زي ما هو كان ليبيد سوليبل فيتامين. دي حاجه ثانيه قال لك ان هو برده اللهم صل على النبي موجود في كل الخلايا في كل سيلر ميمبرين بتاعها، وقال لك ان هو بيساهم ان هو يقضي على ايه، على الليبيد بيروكسيديشن او تكسير الدهون اللي كان بيحصل نتيجه فري راديكلز. تمام. هنا بقى تاني حاجه قال لك تاني نوع اللي هو الاسكوربيك اسيد اللي هو الفيتامين سي، قال لك ان هو كان من الفيتامينز الووتر سوليبل، فهو برده يبقى ووتر سوليبل انتي اوكسيدنت. قال لك ان هو زي اي انتي اوكسيدنت في الدنيا بيبقى الكترون دونر، بيدي فري راديكال الكترون بيتبرع لها بالالكترون عشان ما تروحش تسرق من غيرها وتعمل مشاكل والتشينز وكده. قال لك ان هو بيتحد مع الفري راديكال وبيمسكها يعني كده، بيقبض عليها من الاخر كده الشورت كده ويمسكها في مكانها ويتني جنبها عشان يمنع برده ان هي تعمل ليبيد اوكسيديشن القصه السمبرين وكده. قال لك برده ان هو بيشجع في الريجنريشن بتاع الايه، التوكيفيرول. طب افتكروا معايا كده مين اللي كان بيشجع برده في الريجنريشن بتاع التوكيفيرول؟ اهي المين، الجلوتاثيون بيروكسيديز كان بيشجع في الريجنريشن بتاع الفيتامين سي الاسكوربيك وكمان التوكيفيرول. ولحسه لسه عارفين دلوقتي ان الاسكوربيك بيشجع في الريجنريشن بتاع مين، التوكيفيرول. طب خلينا اديكم مثال كده لطيف وظريف مستحيل ما تكونوش سمعتوه مره، بالذات لو انت بنت. يعني اللي هو مش كان دايما كده تسمع في مستحيل التجميل يقول لك لو انت تحطي كبسوله فيتامين اي حطي معاها سيرم فيتامين سي. طب تسالي ليه؟ هتقول لك عشان فيتامين سي بيشجع وبيقوي الفيتامين اي، بيزيد من كفاءته يعني من الاخر. تمام، هي بقى فكره الجمله دي كده يعني. تمام تمام. المهم يعني كان عندنا برضو الكاروتينايدز اللي هي فيتامين ايه، هنكديك من الجزر اكتر حاجه، البيكارفينين. طيب بيكارفينين وقال لك برضو ان هي ايه، بتمنع اللي هو الشغل بتاع سنجلت اوكسجينز اللي هي الار او اس، وبتمنع التوكسيسيتي بتاعتها. اذر بقى اذرز زي السيلينيوم، دي مهمه جدا والله ام اس كيو. وتعرف برضو البوليفينولز اللي هي موجوده في الشاي الاخضر، عشان كده لما يقول لك دايما الشاي الاخضر مليان مضادات اكسده، بيساعد على التخسيس، مليان مضادات اكسده، بيطرد الاكسده المضاده من الجسم اللي هي فري راديكلز كده يعني، البوليفينول اللي موجوده في الشاي. طيب اخر سلايد معانا، وهي سلايد يعني مع كونها سهله جدا مع كونها مهمه جدا جدا جدا. تمام تمام. السلايد دي برضو بتقول لك ان في نوعين من الانتي اوكسيدنتس. بص احنا قسمنا الانتي اوكسيدنتس في البدايه على حسب هي اندوجينس ولا اكسوجينس. تمام، وانا بقول الاندوجينس ممكن تكون انزيماتك وممكن تكون انزيماتك. تمام، في تقسيمه ثانيه بقى للانتي اوكسيدنتس اللي هي تقسيمه حسب الانتي ده بيشتغل ازاي. يعني هل هو، طب هقول لكم حاجه قبل ما اقول لكم الانتي اوكسيدنتس بيشتغل ازاي، الفري راديكال ليه دوره حياه. احنا عارفين الفري راديكال ليه شورت لايف سبان، صح؟ الفري راديكال ده ليه دوره حياه، ليه عمليات معينه كده بيعدي بيها في حياته. اول حاجه اسمها ايه، المطارد عمليه. تمام تمام. اول واحده اللي هي الانيشال فيز، لسه الفري راديكال ده معمول. تمام، تاني واحده اللي هي الايه، البريباريشن. تالت واحده اللي هي البروباجيشن. عموما العمليات دي مش علينا، بس الدكتور قالها في المحاضره بس تعرفوها يعني. المتابعه عمليات انيشيشن وبريباريشن وبروباجيشن. طيب الانتي اوكسيدنت بقى بيشتغل ازاي، هو احنا كلنا عارفين ان هو بيمنع الفري راديكال. طب بيمنعه ازاي؟ يا اما يجي يمنعه في اول عمليه دي اللي هي الانيشيشن، فساعتها يكون اسمه ايه، يكون اسمه بريفنتيف. معلش بدها في التسجيل. يا اما يكون لو هو منع في اول عمليه اللي هي الانيشيشن يبقى اسمه بريفنتيف انتي اوكسيدنت، لو هو جه منع في اخر فيز اللي هي البروباجيشن او بروباجيتيف فيز، هي البروباجيتيف فيز، يبقى هو اسمه ايه كده، تشين بريكنج انتي اوكسيدنت. تمام، يبقى لو في الانيشال يبقى بريفنتيف، ولو في البروباجيتيف يبقى تشين بريكنج. انواعهم بقى البريفنتيف انتي اوكسيدنت زي الكاتاليز، دي مهمه حفظ، الجلوتاثيون بيروكسيديز دكتور الله هيكتب عليها والاديت. تمام، اما بالنسبه للشين بريكنج انتي اوكسيدنت اللي هو بيمنع البروباجيتيف فيز اخر فيز خالص، ده الفيتامين اي واليوريك اسيد والسوبر اوكسايد ديميتاز. خلاص كده احنا خلصنا المحاضره، بس ايه، خلينا نحل الاسئله مع بعض. تمام، انا كنت عايز احلم معاكم برده بنك المحاضره الرابعه اللي نازل، لانه بنسبه كبيره جدا الاسئله هتيجي منه يعني. تمام، فكده بما اننا شرحنا المحاضره يعني في مراجعه سريعه، وكمان حلينا على الاسئله كل شامل يعني. تمام باذن الله. تمام، نبدا. اول سؤال بيقول لك ايه، بيقول لك اول ذا فولوينج ريديوس اوكسيديف ستريس اكسبت. تمام، يعني كلهم الانتي اوكسيدنتس ما عدا مين، الجلوتاثيون بيروكسيديز يعتبر الكاتاليز ايوه، الجلوتاثيون ريدكتيز ايوه، السوبر اوكسايد ميتيز ايوه، يبقى مين، سي لولكس ناين اوكسيديز، ده مش معانا، مش من انتي اوكسيدنتس. تمام تمام. وش ذا فولوينج از بريفنتيف انتي اوكسيدنت، اهو مش احنا قلنا انتي اوكسيدنتس نوعين، في النوع الاولاني هو البريفنتيف اللي كان بيمنع الانيشال فيز، والنوع الثاني اللي هو كان بيمنع البروبيتيف فيز اللي هو التشين بريكنج. طيب هو بيقول لك ايه، هات لي نوع من انواع البريفنتيف انتي اوكسيدنتس، الفيتامين اي لا، اليوريك اسيد لا، السوبر اوكسايد ميتيز لا، يبقى مين، الكاتاليز. تمام تمام، كمل. بيقول لك ايه، بيقول لك all of the following are true about ROS اللي هي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز except ايه، they have extreme reactivity ايوه طبعا، they can be produced from endogenous and exogenous sources ايوه، they have long life span لا، ايوه هي دي غلط غالبا دي الاجابه، بس خلينا برضه نكمل، they cause damage to different tissues ايوه، they can produce new ROS by chain reaction ايوه. تمام، which of the following is not antioxidant، احنا كنا بنقول اسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي ايوه، الكاروتينين فيتامين اي ايوه، التوكيفيرول اللي هو فيتامين اي ايوه برضه، السيلينيوم ايوه قلت لكم، والشاي اللي هو البوليفينول، يبقى الوحيد اللي هو مين، فيتامين دي. تمام تمام. بيقول لك الانزيم ريسبونسبل فور ريسبيرتوري بيرست، قلت لكم مين، المين، النت بي اتش اوكسيديز، على طول مش محتاجه دي. تمام، ووتش اوف ذا فولوينج ستيتمنتس ريجاردنج فري راديكلز از فولس، بيقول لك فري راديكلز كاري ا سنجل ان بيرد الكترون ان اوتر اوربت. تمام، بيقول لك 1 to 4 اوف اوكسجين تيكن باي ذا بودي از كونفرتد تو فري راديكلز. ثواني، يبقى السؤال باقي، لا دي صح مش غلط. طب افري راديكال كان انتراكت وذ مولكيول تو جنريت ا نيو فري راديكال سبيشيز، طيب دي برضه صح. طب بيقول لك ايه، في ريدكلز دونت اوكور ناتشورالي ان ذا بودي، لا طبعا دي غلط تماما، احنا عارفين هي اندجينس اوكسجينس، يعني غالبا دي الاجابه، بس هنكمل. موست اوف ذا انتراسيلولار ار او اس از برودوسد فروم ميتوكوندريا، دي طبعا صح، يبقى الاجابه الغلط بيقول لك ويتش اوف ذيم از فولس، ده اللي هو بيتصنع بس ايه جوه الجسم، بس اللي هو بيتصنع بس بره الجسم، يعني دونت ناتشورالي كور ان ذا بودي يعني. تمام تمام. ويتش اوف ذا فولوينج از ا تشين بريكنج انتي اوكسيدنت، النوع الثاني تشين بريكنج،
تمام. الجلوتاميون بيروكسيديز لا، السيلينيوم لا، الكاتاليز لا، الايديتا لا، يبقى مين؟ لا ثواني، الشين بريكنج، ثواني خليني اتاكد. ايوه انا صح. المهم يعني انا بس كنت ايه، وكنت خايف تكون غلط يعني، عشان ما تطلعش غلط في الفيديو. هي الاجابه هتبقى صح زي ما قلت، سي اللي هي سوبر اوكسيد ديميتيز. تمام تمام. بيقول لك بقى ديورينج فيجوسايتوسيس ذا ميتابوليك بروسيس كولد ريسبيرتوري بيرست انكلود او انفولف ذا اكتيفيشن اوف، اهو اول واحد مين؟ النابي اتش اوكسيديز، او زي ما مكتوب كده على طول اوكسيديز على طول. تمام تمام. ويتش اوف ذا فولوينج، معلش، ويتش اوف ذا فولوينج اليمنتس از نون تو هاف انتي اوكسيدنت افكت. مين فيهم ليه انتي اوكسيدنت افكت؟ عارفين عارفين اللي هي الايه، السيلينيوم. الباقي باقي الحاجات دي يا جماعه لو لاحظين، المغنيسيوم والايرون والحاجات دي، حاجات كانت بتدخل في تصنيع الانزيمات اللي كانت تعتبر انتي اوكسيدنت، زي الايرون مثلا. يعني الايرون كان بيدخل في تصنيع الكاتاليز صح، لكن هو نفسه مش انتي اوكسيدنت، بس السيلينيوم لا، السيلينيوم كان انتي اوكسيدنت. فهمتوا؟ تمام. بيقول لك الرياكت اوكسجين انترميديتس ار ريليزد باي الار او اس، يعني تمام انترميديتس ار ريليزد باي. بيقول لك الايه، ثواني تمام نكمل يا دكاتره، عذرا والله يعني على المقاطعه يعني كده. تمام نكمل عادي جدا. ثواني تمام اوكي. بيقول لك بقى، بيقول لك رقم 10 طبعا احنا كنا واقفين عندي يعني. المهم رياكتيف اوكسجين انترميديتس اللي هم الار او اس ار ريليزد باي ايه؟ طبعا معروف قلت لكم على طول الانزيم ده اللي هو الاكسيديز اللي هو النا بي اتش اوكسيديز. تمام تمام. دي كانت في الريسبيرتوري بيرست اللي كانت بتحصل في الفاجوسايتك سيلز. تمام فاجوسايتك سيلز. تمام تمام. بيقول لك بقى ريجاردنج السوبر اوكسيد ديميتيز ويتش اوف ذا فولوينج از كوركت، هيمو بروتين لا دي مش مذكوره في المحاضره اصلا، كاتاليزز ذا بريك داون اوف هيدروجين بيروكسيد انتو ووتر اند اوكسجين، لا كان بيعمل الحركه دي كاتاليز. تمام. طب هاز نو رول ان ريسبيرتوري بيرست، لا طبعا ده كان تاني انزيم بعد النا بي اتش اوكسيديز، كان بيحول لايه الاو 2 دوت نيجاتيف ليه او دوت نيجاتيف كده، ايوه كان بيحول اتش 2 او 2 اللي هو هيدروجين بيروكسيد. تمام تمام. يبقى لا الاجابه دي غلط. طيب دي بيقول لك ايه، ذا سيتوبلازميك اس او دي از سيلينيوم ديبندنت، دي برضو غلط لانها كانت كوبر زنك ديبندنت. واخر حاجه بيقول لك ايه، اخر حاجه دي صح اللي هي ميتوكوندريال اس او دي از مانجانيز ديبندنت، اهو ميتوكوندريال ام يبقى مانجانيز. تمام تمام. بيقول لك ايه، ويتش اوف ذا فولوينج ستيتمنتس ريجاردنج انتي اوكسيدنتس از ترو، اول انتي اوكسيدنتس ار انزيمز، لا قلنا في منها انزيماتيك ومنها انزيماتيك عادي جدا. طب بيقول لك بريفنتيف انتي اوكسيدنتس انهبيت ذا بروباجيتيف فيز، لا قلنا البريفنتيف كانت بتمنع الانيشال فيز. تمام يبقى دي برضو غلط. طب بيقول لك ايه، بيقول لك ذا انيشال برودكشن اوف فري راديكلز كان بي انهبيتد باي انتي اوكسيدنتس، لا كان بي طبعا كان بي انهبيتد لان كان في حاجه اسمها ايه البريفنتيف انتي اوكسيدنتس كانت بتمنع الانيشال فيز. طيب بيقول لك كاتاليز از ا بريفنتيف انتي اوكسيدنت، دي غالبا صح. طب خلينا نكمل برضو، جلوتاثيون بيروكسيديز از ا شين بريكنج انتي اوكسيدنت، لا طبعا يبقى الاجابه الصح هي الايه، الكاتاليز از ا بريفنتيف انتي اوكسيدنت. تمام تمام. بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج انزيمز هاز نو افكت اجينست فري راديكلز، سوبر اوكسيد ديميتيز لا، الكاتاليز لا، دي هيدروجينيز دي غالبا صح برضو، جلوتاثيون لا، ريدكتيز لا، يبقى هي الاجابه ايه، دي هيدروجينيز. ده الوحيد اللي ما ذكرناش عنه حاجه في المحاضره اصلا يعني، فنو افكت فري راديكلز مش من انتي اوكسيدنت او كده. تمام. الفري راديكال هاز ان بيرد الكترون، دي صح غالبا هي الاجابه، بس خلينا نكمل برضو. بيرد الكترون لا، نو الكترون لا، ايفن نمبر اوف الكترون لا، اود نمبر اوف الكترون لا برضو. ليه؟ احنا قلت لكم الار او اس او الفري راديكلز عموما بيبقى فيها اود نمبر اوف الكترونز، بس فين؟ لازم تقول لي ان اوتر اوربت او الاوتر موست شيل. تمام اللي هو المدار الاخير يعني، لازم تقول لي دي، لو دي اتشالت يبقى الاجابه غلط. تمام يبقى الاجابه ايه، الان بيرد الكترونز. تمام تمام. بيقول لك اول ذا فولوينج ار اول ذا فولوينج ار اندجينس انتي اوكسيدنتس، معنى مين؟ الانزيمز سوبر اوكسيد ديميتيز لا، الكاتاليز لا، التوكيفيرول وفيتامين اي هي دي. نكمل برضو، جلوتاثيون بيروكسيديز لا، ترانسفيرين لا، يبقى هي الاجابه ايه، توكيفيرول. تمام تمام. بيقول لك ميتوكوندريال سوبر اوكسيد ديميتيز، الميتوكوندريال هو مين؟ تايب 2 اس او دي 2. تمام. بيقول لك ايه ديبندنت، هو اسمه ميتوكوندريال بيبدا بالام، يبقى ديبندنت على حاجه بتبدا بالام اللي هي مين، المنجنيز. تمام تمام. نكمل نسخه ثانيه خلاص. الجلوتاثيون بيروكسيديز از اهو ثايون، ثايون يبقى ايه، سي سيلينيوم اهي. تمام. كاتاليز برضو بتبدا بسي، لا مش دي، دي كانت ثانيه معلش ماشي، مش بتبدا بسي ولا حاجه، مش ملخبطكوش. الكاتاليز كانت معروفه اللي هي الايرون ديبندنت، لكن اللي هي الاس او دي 1 كانت موجوده اكتر حاجه في السيتوبلازم، تبدا بسي يبقى كانت معتمده على كبر كبر زنك ديبندنت، معلش مش ملخبطكوش. تمام. لكن الكاتاليز كانت بتعتمد على الايرون. خلاص كده خلاص الحمد لله، احنا اسئله البنك. يا رب اكون يعني ايه افدتكم ولا شفتكم ولا حاجه، ربنا يعيننا جميعا يا رب.